أعظم اختراع في طب الأسنان هو جهاز السيرك والأشعة الثلاثية الأبعاد. كل العشرينات عندهم ابتسامة لسوية وستيل ناس ما تعرفش إن ليها علاج، مش عارفين عندهم مشكلة. الخطة العلاجية في الزراعة أو في التجميل سبب النجاح الرئيسي. احنا دورنا إن احنا نحسن الحالة الحياتية للناس. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. مركز وايتي الشهير، أهلا بيك يا دكتور. كلمة بروتوكول هل كلمة صحيحة؟ طبعا. لأول تعريف كلمة بروتوكول هي special set of rules، يعني مجموعة خاصة من الأحكام والمبادئ. بروتوكول انت عايز توصل لأحسن نتيجة، ده تعريفه بروتوكول special set of rules، مجموعة خاصة من الأحكام اللي انت بتاخدها وتبدأ تتعامل بيها عشان توصل لأحسن نتيجة. البروتوكول ده مهم ليه؟ عشان زي ما حضرتك قلت بيجي ناس ما ينفعش تغلط معاها، ناس زي ما حضرتك قلت سوبر ستارز عندهم بيصوروا النهارده وبكره في مؤتمر وبعده في مهرجان، الناس دي هتغلط معاها انت وقفت حياته. طيب هو البروتوكول مش معمول عشان الناس دي، البروتوكول معمول علشان كل الناس تاخد نتيجه سليمه 100% بغض النظر هو مين. فبالتالي لو انت نجحت ان انت تبقى بتطبق بروتوكول عام على الجميع بتوصل بيه لنتائج 100% يبقى هتقدر تنفذه وانت مرتاح من غير اي مشاكل مع اي حد تاني، سوبر الصعيد، حد جاي من السعودية، حد جاي من امريكا. هو بروتوكول ثابت بيتطبق على الجميع، صارم، ثابت وصارم بيتطبق على الجميع للوصول للنتائج المثالية. احنا بقالنا 14 سنة بنشتغل في تجميل الاسنان، فمرينا بمراحل كتير قوي فيها تغيير في المواد، فيها تغيير في التقنيات، فيها تغيير في الأجهزة. فأنت نتيجة خبرتك الطويلة دي بتبدأ تعمل لك بروتوكول اللي أنت جربت ده وجربت ده وجربت ده على مدار السنين، فبتبدأ تثبت لنفسك بروتوكول واحد تشتغل عليه. حلو قوي. طب أنا عايز أروح لنقطة معينة دلوقتي. لو جه حد عايز يعمل ابتسامة حلو حلو وجاء قال لك أنا عايز ابتسامتي تكون شكلها شيك وأنا مش راضي عن شكل ابتسامتي ولما بتصور بقفل بقي، تمام، والتعبيرات اللي هي بتاعت المرضى اللي احنا نسمعها كتير بعد كده، تمام. لما نيجي نبدأ القصة نبدأها بتصوير نصور. أنا البروتوكول بقى عندي رقم واحد، وده جزء بيهمل في التجميل، الديسكشن، إنك تقعد مع الحالة تستوعب منه كل الحاجات اللي هو بيشوفها بعينه. هو بيبقى قاعد قدام المرايه حاسس يقولك انا لسه بتاعتي كبير، انا السنه دي معوجه، انا حاسس ان السنه دي مش قد دي، الناب مش مظبوط، الناب بارز، الناب بتاع دراكولا، تمام. لازم رقم واحد تقعد مع الكيس تديله وقته تسمع منه كويس قوي 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 كل الديفوهات اللي هو شايفها، لان هو جاي عشان يصلح الحاجات دي، وبعدها انت يعني تضيف له، يعني تقول له ايه خلاص الحاجات دي كمان، لا ده في حاجات تانية هنعملها. لكن لازم الاول تستوعب الكيس جاي عامل ايه، لان في حالات بتيجي راح عمل تجميل ورجع يعني ورجع تاني دكتور انا ما اتعمليش اللي انا عايزه، انا ما خدتش النتيجه اللي انا عايزها، انا اتعمل لي يعني اللي الدكتور عايزه. لازم الاول رقم واحد تقعد تدي الحاله وقتها كانك دكتور نفسي، تقعد معاه تسمع منه كويس قوي كل المشاكل اللي عنده وتكتبها، علشان المشاكل دي هي اول مشاكل لازم تحلها وبعد كده تضيف عليها. فاول رقم او رقم واحد عندنا في البروتوكول هو الديسكشن او المناقشه، مناقشه الحاله باستفاضه ايه مشاكله في شكل اسنان. مناقشه الحاله باستفاضه ايه مشاكله في شكل اسنان، اللي هو شايفها، اللي هو شايف، اللي هو شايف، ده رقم واحد. يبقى في بعد كده رقم اتنين، يا رب يكون تصوير. رقم اتنين هو هو التصوير، هما اتنين حاجتين في بعض. تصوير البروفيشنال، وانا يعني باكد على انها بروفيشنال، لان التصوير اللي مش بروفيشنال بيدي نتائج غلط. التصوير لازم يتصور بكاميرات معينه وبطريقه معينه وبلنسات، اللينس نفسها بتاعت الكاميرا
تبقى لينس معينه، لان احنا بنصور الوش وبنصور الاسنان، دي بلينس ودي بلينس. بنصور البروفايل وبنصور الفيس، بنصور الاتريست، بنصور سمايل، بنصور التراكشن، بنصور كل اوضاع الحركه، بنعمل حاجه اسمها الدايناميك. يعني الصور دي بتاخد من فيديو على فكره، مش صور بس، يعني بنصور فيديو وبنصور صور وبناخد منها الشوتس عشان يبقى عندي حاجه اسمها دايناميك شوتس. يعني ايه دايناميك شوتس؟ يعني حركه الـ 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 الابتسامه وحركه الشفايف وهو بيتكلم، حركه الابتسامه وهو بيضحك، حركه الابتسامه وهو بيضحك ابتسامه واسعه. لازم يبقى عندك كل الابعاد دي. كده انت صورت، عندك بقى دي الانترا. احنا صورنا كانت الصور الكبيره بتاعت الوش، كده احنا بنصور الاسنان بقى نفسها. كده احنا عملنا التصوير وبناخد مقاسات، بناخد مقاسات للكاست. كده احنا عملنا رقم ايه؟ 2 اللي هو التصوير والمقاسات، اللي هو في الاخر حفظ الحاله، بتاخد الحاله عشان تعرف انت استلمت الحاله في انهي وضع. دور التصوير كبير في تمام. رسم الابتسامة. طبعا عشان كده مهم. طيب ازاي ترسم الابتسامه؟ هقول لك بقى. احنا ده اسمه بقى السمايل. الاول قبل ما برسم الابتسامه بعمل حاجه اسمها الاناليسيس. سمايل اناليسيس، احنا صورنا اهو، باخد الصور دي تحليل الابتسامه وحلل الابتسامه. فاحنا قعدنا في 21 مشكله بنقعد نحلهم، لازم يكون الدكتور اللي بيشتغل تجميل اسنان عارفهم ومكتوبين معاه. فبيبدا يحلل الابتسامه، يشوف انا عندي هل اللثه سليمه؟ لا، اللثه هنا مش سليم، اللثه هنا كلهم ليفل واحد، واحنا عارفين ان اللثه ما ينفعش، لازم السنترال والكناين يبقوا اعلى من اللاترال، من السنه اللي في النص، يبقى انا عندي مشكله. الميد لاين، هل الميد لاين مظبوط؟ هل السنتين زي بعض؟ هل القرش بارلل للانتر بابيلري لاين اللي هو الخط اللي ما بين العينين؟ حاجات كتير قوي تفضل تحلل. القرش اللي هو مستوى، اللي هو خط الابتسام، خط الابتسام وانت بتضحك. هل هو موازي للانتر بابيلري قرش ولا لازم يكون خط الابتسامه موازي؟ والا تحس ان هو بيضحك، هتحس انه مايل. تحس انه ضحكته مايله. تحس انه يعني في ميل. بقه مايل. انت لازم تاخد الابعاد دي تبدا تحلل وتبدا تطلع كل الديفوهات. فبعد ما بتحلل الابتسامه تبدا تتنقل بقى على المرحله اللي بعدها، ودي المرحله الرابعه في البروتوكول اللي هي التصميم بقى، اللي هي الرسم. وانا عايز افاجئك بقى مفاجاه كبيره جدا. احنا عملنا حلقات كبيره جدا، قعدنا نقول الجولدن بروبورشن، تمام؟ ان هي اساس تجميل الاسنان، النسب الذهبيه. انا عايز افاجئ الناس كلها ان مش الجولدن بروبورشن اللي بنشتغل عليها اصلا خالص. الجولدن بروبورشن احنا كنا بنقولها تقريبي للحالات عشان يستوعبوا الاشكال. ففي ناس بدات تاخد الجولدن بروبورشن واشتغل عليها ان هي الايديال. الجولدن بروبورشن مش هي الايديال. الجولدن بروبورشن هي الايديال في الحالات الوش الاوفل، الوجه الاوفل، الوجه الطويل اللي هو اللي مش دائري، الاوفل البيضاوي الطويل، ده اللي بينفع معاه الجولدن بروبورشن. عملت معاك برضو حلقه قبل كده كان اسمها الاوبتيكال الوجن لو تفتكر. طبعا. ازاي ودي كانت حدث. كانت حدث. ازاي بنضحك على العين، على العين بالشكل الضوئي، بالضوئي، ازاي اطول واعرض. هنا دي بقى اسمها ريد بروبورشن. دي الحاجه اللي الريد بروبورشن هي اللي بنشتغل عليها فعليا في تجميل الاسنان، مش الجولدن بروبورشن اللي هو النسب الحمراء. هي اسمها ريد بروبورشن نتيجه يعني اختصار لحاجات معينه. ماشي. فالريد بروبورشن اختصار، مش يعني حمراء. احنا قلنا في الجولدن بروبورشن كانت النسبه ايه؟ 1 to 1.618 اللي هي افريج 62%. بص، محطوطه على انه وش، على الوش البيضاوي الطويل. طيب لو انا عندي وش افريج عريض شويه ومش شورت، ما تنفعش مع الجولدن بروبورشن. السنان هتبقى طويله جدا ورفيعه. لان الجولدن بروبورشن بتعتمد على المسافه ما بين النابين على طول السنه السنترال. تبدا تطلع رقم ده اسمه الريد بروبورشن. فالرقم ده تبدا تضربه في السنه اللي جنبها، في السنه اللي جنبها، ثابت، رقم ثابت. لو انا خدت زي ما بقول لحضرتك الجولدن بروبورشن، ودي الغلطه بقى اللي احنا شفناها، عشان كده انا ليه النهارده باكد على ريد بروبورشن. انا جالي خلال السنتين اللي فاتت ريميك لكيسز تجميل، راحت عملت التجميل وقالت انا مش مبسوطه يا دكتور، انا شكلي مش حلو، مع اننا عملناها بالجولدن بروبورشن. اقول لها مع حضرتك وشك ما ينفعش في جولدن بروبورشن، ما احنا كنا بنحل الابعاد بتاعت الجولدن بروبورشن الذهبيه اللي هي كانت كام؟ كانت 1 to 1.618 اللي هي افريج 62 من 100. فاحنا كنا، احنا من خبرتنا
كنا بنعدل عشان احنا بنعمل حاجة هتشوفها بعد شوية في البروتوكول رقم 5 ان احنا بنعمل حاجة اسمها موكب، بس احنا هنا بنعمل ايه؟ بنعدل، يعني لقينا ان السنة رفيعة بنعرضها عشان احنا عندنا الخبرة اللي تخلينا نوصل الديزاين للشكل السليم. فالناس كلها هتشتغل جولدن بروبورشن والناس كلها هتطلع تقول جولدن بروبورشن، لا احنا بنشتغل بالريد بروبورشن اللي هي ممكن في حالة معينة تبقى جولدن. انا لا انفي ان جولدن بروبورشن بتنفع، بس في مين بتنفع، في انهي كيس كده. احنا عرفنا ان احنا بنصمم على ريد بروبورشن، بدأنا نعمل التصميم الابتسامة بتاعنا وبنعمل ديزاين مبدئي ده لينا، ده لان الكيس مش هيستوعبه قوي، الكيس هيستوعب الموكب اللي جاي اللي هو الموكب تبقى الخطوة بقى اللي جاية اللي انا هوريها. دايما دايما طول ما انت قاعد معايا في اي وقت اي حالة بتتعرض تقول له تعالى نعمل موكب بالزبط. موكب بقالك سنتين بتقول الكلمة دي وانا طبعا كعادتي مع طب الاسنان في حاجات كتير بسمعها لازم نعمل جميلة يعني انا فيها طبع ده هو مثلا لما حد يجي يكلمنا نوع عربيات مثلا معين اقول له مازيراتي ده جميل جدا يا عربيه رائعه وانا مش عارف شكلها ايه اساسا. فالموكب دي كلمه بسمعها ولا اخفيك يا سر ان محدش يقول لحد الكلام ده مش فاهمها. احنا النهارده قلنا ثلاث حاجات محدش بيقولهم غير بس ممكن خلال الفتره اللي جايه بعدينا تبدا تسمع الناس بتقول الكلام ده. قلنا بروتوكول، قلنا ريد بروبورشن، وريد بروبورشن فاكر لما قلت لك في حاجه اسمها سمايل ديزاينر هيطلع هتسمع الفتره اللي جايه سمايل برضو ديزاينر هيقول لك انا سمايل ديزاينر برضو بيطلع من غير ما هو درس ولا عمل حاجه في سمايل ديزاينر، بس هو سمايل بقى سمايل ديزاينر. انا بهون الناس لازم عشان تبقى سمايل ديزاينر يبقى عندك بروتوكول تمام وريد بروبورشن والموكب. الموكب هوريك حالا كيس شكل اسنانها في العادي مش حلو، بنبدا نعمل ايه؟ ادي شكل اسنان الحاله تمام. علشان اشتغل عليها انا خلاص صورنا عملنا الاناليسيس بتاعنا عملنا السمايل التحليل وعملنا السمايل ديزاين فطلع لنا شكل تمبلت معين زي اللي احنا شفناه في اخر الايه الصوره اللي فاتت. ناخد الشكل المعين ده ونرسم، احنا كده دي شكل الحاله اهو، هنقوم واخدين المقاسات، انا قلت لك خدنا مقاسات في البروتوكول الاولاني ونقوم راسمين بالشمع الشكل اللي احنا ايه طلعناه بالكمبيوتر ده بيتنحب بقى بالايد، عايز فنانين ده برضو كاست خاص بيقعد يترسم ده يعني عشان تطلع ده مرسوم بالشمع تمام. ونقوم واخدين مقاس لده وناخد المقاس ده نحطه في بق الحاله فنشوف الحاله بعد كده هيبقى شكلها كده. دي مش الحاله فاينل، الحاله دي مش الحاله النهائيه، ده الشكل اللي الحاله هتوصل له لما نعمل لها التركيبات، بس طبعا التركيبات هيبقى شكلها احلى بكتير لانها بتعمل من اي ماكس او من سوبرينيتي من اعلى ماتيريال، لكن دي اكريليك احنا عايزين نعمل البلان بتاعنا. فهنا انا فهمت ان انا لازم اشيل من الجام قد ايه، انا الحاله دي بقوم مديها لاستاذ دكتور علاج اللثه عندي وده يعني بنتشرف ان احنا معانا كرو من اكبر واعرق الدكاتره اللي بتعمل احسن نتائج. يقوم الدكتور ده خلاص هو عارف الجام فين فيقوم شايل اللثه فين يقوم هو شايل بالظبط على الموكب ده الجزء اللثه اللي احنا موكب عايزين. موكب باللغه العربيه يعني ايه؟ موكب يعني بروفا. بروفا موكب يعني بروفا. فالبروفا دي هو الحاله راحت للدكتور كده كده البروتوكول هو اتنقل انك هتروح لمين فالحاله دي هتتحول لمين رقم واحد لدكتور علاج اللثه عشان هي عندها جامي سمايل والجامي سمايل بتاعتها نتيجه ايه؟ نتيجه اوفر جروث او نمو زايد للثه. يبقى هنا دكتور علاج اللثه يشيل لنا ولازم يكون استاذ دكتور علاج لثه عشان ما نشوفش الكوارث اللي بنشوفها. نروح لواحد يقوم شايل لنا من اللثه ويشيل لنا العظم بتاع السنان وفي الاخر يجي لي سنسيتيفيتي والعظم بتاع السنان اتاكل والسنه بعد كده تقع. لازم استاذ دكتور ليه؟ هو عارف الكراون الاصلي فين والعظم بتاع السنه فين وهقف فين. مش هقوم شغال وخلاص وهم باظ الدنيا، لا لازم يكون استاذ دكتور اللي يظبط الكلام ده. فهنا الدكتور ظبط لنا اللثه ورجع لنا الكيس بالموكب كده اللثه متظبطه وزي الفل تمام. بروتوكول بقى هنا مهم جدا، ما دام دخلت الكيس عند علاج اللثه ما ينفعش تحت اي وضع من الاوضاع ان انا اكون واخد كيس من عنده دكتور اللثه او عامل جنجيفيكتومي او عامل اي حاجه في الجام واشتغل عليها واخد مقاسات، ما ينفعش. لازم استنى من اسبوع لاسبوعين علشان خاطر اللثه دي اللي احنا اشتغلنا عليها لسه ما خدتش شكلها النهائي. فاتخدت مقاساتك دلوقتي على اي اساس؟
واللي لسه اصلا ما خدتش الشكل النهائي بتاعها، هي لسه حصل لها هيلينج، ده نسيج سوفت لسه انت عامل فيه جرح، لازم تستنى ما ياخد وضعه الطبيعي ويحصل له هيلينج يلتئم، علشان انت لو اشتغلت في المرحله دي رقم واحد اللسه دي عمرها ما هتلتئم، وهتفضل تجيب دم طول عمرها لان انت اشتغلت بيها وهي مش سليم. رقم اتنين بعد شويه ممكن يحصل ريسيشن، لان ده مش يعني اللسه نفسها تبعد عن الاسنان لان ده مش وضعها النهائي، فتكشف لك التجميل اللي انت عملته فانت بوظت الدنيا. اصبر البروتوكول، وانا بقول للدكاتره اصبر ما تستعجلش، قول للكيس انا عامل لك الكيس دي محتاجه شهر، قول لها كده، عايزه تشتغل تشتغل، مش عايزه ما تشتغلش، ما تسمعش كلام الحاله، حاله مستعجله ما تشتغلهاش، ما تحطش نفسك في المأزق ده. عايز اطبق بقى الكلام ده عملي، نشوف حالات يا رب نطبق كلام عملي ان شاء الله. يعني نظري خلاص، احنا بقالنا 3 سنين بنحكي نظري. هنا مثلا دي حالات من البروتوكولات بتاعتنا في ايه، دي عندها تترا سايكلين ستينز، يعني تترا سايكلين ده مضاد حيوي مشهور، مضاد حيوي بالظبط، كان بيستخدم لفترات طويله وما زال يستخدم على ما اعتقد، بس يعني بس على الحوامل وللاطفال بالظبط. ليه؟ لانه بيلون الاسنان بالمنظر ده. ده يروح للدكتور يقول له ايه، نعمل طبيب طبيب، عمره ما هيجيب نتيجه زيرو، تتعب نفسك وتتعب الحاله وتعمل له سنسيتيفيتي. ده يتعمل له هو اسنانه مرصوصه وسليمه اهي، ده يتعمل له نو بريب او مينيمال بريب، يعني ما لمسناش الاسنان، عملنا فيها بريباريشن بس تحضير اللي هو علشان الفينير ده يتلزق عليها، ودي قشره تجميليه سمكها 2.2 من الملي، اي حد في البيت يجيب الرولر المسطره ويبص على الملي، احنا 5 الملي ده مش السنتي، الملي الشرطه الواحده رفيعه قوي، احنا 5، فبالتالي بنقدر نعمل بيها تجميل من غير ما المس الاسنان واعمل فيها اي مشكله خالص، خصوصا ان اسنانه مرصوصه صح تقريبا. هنا ده بقى ده اسمه الايه، البروتوكول، امتى هعمل نو بريب وامتى هعمل فينير ويز ويندو، يعني هيبقى التحضير بتاعي من غير ما اكل حاجه من 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 الانسايز الايدج او من اخر السنه، وامتى هضطر اشيل جزء من السنه، وامتى انا مضطر اعمل تحضير كامل. يعني في حاله فيها اسنان فيها انامل هايبوبليجيا، السنان صفرة خالص ومتاكل سطح الانامل بتاعها، لا هنجيب الاسنان بقى اللي هي الصفرة خالص اللي بعدها دي، طبعا عملت شغل غلط دي. دي بروتوكول ما ينفعش تقول للعيان فينير، وما ينفع يعني هنا الحالة دي تيجي للدكتور يقول له احنا سمعنا الدكتور بيقول ان احنا بنعمل من غير برد وما بنلمس السنان، حضرتك لزق لي على اسناني كده ما ينفعش، السنان دي لو لزقت عليها كده هتقع قبل ما يقوم من على التشير من على الكرسي، لانه هو اساسا اللزق بيتم على المنطقه اللي اتشالت ما ميتها الانامل. احنا بنلزق الفينير على طبقه انامل صحيه، لو الانامل ده مش موجود ما ينفعش الزق فينير. وده تتراسايكلين برضه؟ لا ده اسمه انامل هايبوبليجيا، ده حاجه في الجينات، الكالسيوم اللي في الانامل مش موجود، كالسيوم بتاع السنه الخلف السطح الخارجي خالص للسنه مش موجود، فعمال اسمها ايه سبونجي. زي البلاستيكيه كده فبتتاكل مش هارد. احنا الانامل اللي بيدوله الهاردنس الكالسيوم اللي فيه، فلما يبقى ما فيهوش كالسيوم يبقى طري فيتاكل يحصل له وير بسرعه. فالحاله دي ما ينفعش تحط لي فيها فينير. دي مثلا الحاله دي ما ينفعش احط فيها فينير بقى، ليه؟ اللي عنده كروس بايت، اللي عنده اسنانه اللي فوق قافله على اسنانه اللي تحت، يعني اسنانه اللي فوق داخله لجوه اسنانه اللي تحت بره، فعنده لود رهيب. انت عايز تعدل دي ازاي بفينير؟ ده اول ما هيعض كده هيطق. فهنا لازم تعمل بقى فول كفر، يعني بص الناحيه الثانيه، يعني وقف الاول خالص عملنا ما لمسناش السنان خالص، الثانيه عملنا فول كفر لسبب، هنا عملنا فول كفر لسبب ثاني. فالبروتوكول بتاعك انك تختار الطريقه المناسبه للحاله اللي هي ايه؟ الكيس سيلكشن، يعني اختيار الطريقه المناسبه للحاله المناسبه. هنا الحاله دي سنانه حلوه ومرصوصه ما فيش اي مشكله، مشكلتها الوحيده ايه؟ الجام فيها دي بيجمنتي فيها بيجمنتس فيها لونها التدخين ده ولا منين؟ بيجي من حاجتين، من التدخين او ريشيال يعني ليها علاقه بالجينات. فانت الحاله دي سنانه حلوه، وهو لما اتقعد معاه هو الراجل مش عايز يعمل اي حاجه في هوليوود سمايل، هو عاجباه سنانه. ما هنا عشان كده الدسكشن، انت ليه تدخله في حاجه هو مش عايزها؟ يعني ليه اخده واقول له مقبول. لا هو سنانه عاجباه بس هو جاي بيشتكي من ايه؟ من اللثه، ان اللثه عنده شكل دكتور اول ما بضحك شكل اللثه عندي وحش قوي، والناس بيقولوا عليا انا اسف في الكلمه مدمن.
بتدي باد يعني بتدي شكل مش طبيعي للابتسامه. مريض ده اتعمل له بيلينج يعني تقشير للسع في 10 دقائق، بعد اسبوع الحاله شكلها كده. يبقى انت بتختار هنا الحاله دي بقى راحت دي عند ناس بدون كتير. بروتوكول دي راحت اتعملت عند دكتور ما عندوش بروتوكول. عمل دي كلها تركيبات، عمل تركيبات كلها، الناحيه اليمين مش زي الناحيه الشمال، اللسه في الناحيه اليمين مش زي الناحيه الشمال، السنه السنترال هنا مش قد دي، الماتيريال بورسلين فيوستيميتال يعني قواعد معدنيه. بص هنا الفرق بين ضي الاسنان هنا او ريفليكشن بتاع اللايت هنا، دي سنان طبيعيه. هنا انت حاطط ماده ما فيهاش معدن خالص، ليها الخصائص الاوبتيكال بروبرتيز بتاعه السنه اللي ربنا خلقها، خصائص الضوئيه البصريه بالظبط. فبالتالي لما بتشوفها، ما هو انت عايز تعمل اقرب حاجه للي ربنا خلقها عشان العين تقبلها. فانت هنا عامل واخد ماتيريال، العلماء بتوع الاسنان كل طول الوقت بيعملوا ايه، بيحاولوا يوصلوا لحاجتين، يوصلوا لان هم يعملوا اوبتيكال بروبرتيز وفيزيكال بروبرتيز. يعني ايه؟ يعني خصائص ضوئيه وخصائص فيزيائيه، يعني تبقى نفس قوه السنه اقدر اعملها لك في نفس الماتيريال، ونفس الخصائص الضوئيه اديك نفس الشكل. فده اللي العلماء اللي بيشتغلوا عليه، وشركات الاسنان السبلاي بتاعه الاسنان عندنا هي اللي شغاله عليه الخمسين سنه اللي فاتت. وصلنا لدرجه ان احنا في الجولدن ايرا او في العصر الذهبي لعالم تجميل الاسنان اللي بقى عندنا ميميكيشن او تقدر ممثلة. توصل ممثله لدرجه ان شاء الله 99.9 من ان انت تبقى شكل طبيعي وقوه طبيعيه. ده نورتنا، انا اتشرفت. كل شكر والتقدير لضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، اخصائي تجميل الاسنان وتركيبه الثابته، عضو الجمعيه الدوليه لزراعه الاسنان بجامعه نيويورك، وطبعا مؤسس واي تي الشهير. اهلا بك، اهلا بك يا دكتورنا، والى اللقاء. الى اللقاء، وي ويل بي باك اجين. مستشفى بداية، أكبر صرح طبي لأطفال الأنابيب والحقن المجهري في مصر والشرق الأوسط. مستشفى بداية، ضحك الطفل تنور دنيتك. مركز وايتي، دكتور نور